أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي إلى حلقة جديدة من برنامج أجندة مفتوحة يقدمها لكم من القاهرة خالد عز العرب. الثورة تفجر المواهب، هذا ما يقوله التاريخ. في مصر على سبيل المثال ولدت مواهب مثل عبد الله النديم أثناء الثورة العرابية، ومن ثورة 19 خرج من رحم تلك الثورة العديد من الأسماء كسيد درويش وزكريا أحمد وبيرم التونسي. وفي فترة المد الثوري في الخمسينات والستينات لمعت العديد من الأسماء كعبد الحليم حافظ وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي والعشرات غير هؤلاء. والآن قامت في مصر ثورة جديدة، فمن تكون الأسماء الجديدة التي ستلمع في عالم المواهب؟ ربما أحد ضيوفنا اليوم الذين ينتمون إلى مجموعة كبيرة من أصحاب الإبداعات الذين تفجرت طاقاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء ثورة 25 من يناير. أرحب بضيفي في هذا الجزء الأول من الحلقة برامي عصام الذي اشتهر باسم مطرب الثورة أثناء الاعتصام في ميدان التحرير، وكذلك معنا سلام يسري مؤسس مشروع كورال والذي بدأ نشاطه الفني قبل الثورة ولكن أضافت إليه الثورة كذلك العديد من الأشياء التي سنناقشها بالتفصيل خلال حلقة اليوم. سنبدأ أولا بمقطع من المقطع مصور لإحدى الأغنيات يا رامي التي اشتهرت عنك في ميدان التحرير. نعم، أنت تعرف ما هي الأغنية، فنشاهد ونستمع معا إلى هذا المقطع ثم نعود لنناقش رامي في كيف أدى هذه الأغنية وكيف كانت خبرته في ميدان التحرير. هو يمشي مش هنمشي. الأغنية كانت مجموعة من الهتافات التي خرجت أثناء الاعتصام في ميدان التحرير. رامي، يعني هل تذكر متى غنيت هذه الأغنية، هذا المقطع الذي شاهدناه، هل تذكر متى كان ذلك؟ الفيديو ده تقريبا نصف كانت أول مرة أقولها في الميدان، كان يوم الثلاث بعد الخطاب المستفز بتاع مبارك الثاني الثلاثاء الأول من فبراير. الخطاب ده كان جاب إحباط قوي للناس في الميدان، لان هو لما كان طلع لعب على العاطفه بتاعه المصريين في البيت، وسبب الاحباط الاول كان الناس بدات تتكلم في التليفون تقول لنا انتوا قاعدين في هو اعلن انه لن يترشح لفتره جديده، والكثير من المصريين تعاطف مع هذا الطرح يعني. وانتوا قاعدين بقى في الميدان بتعملوا ايه، يلا روحوا. فكان في حاله احباط جدا في اليوم ده، فانا حتى ما كنتش عايز اغني في الاول، بس في ناس قالت لي يعني اطلع ادي دورك يعني. حاولت ان انا اقول الاغنيه دي، هو كل اللي انا عملت فيه ان انا جمعت الشعارات وخليتها اغنيه بلحن على انها تبقى اسهل والناس تحفظها اسرع يعني. كم اخذت منك من الوقت اللي تحضر هذه الاغنيه؟ لا على طول يعني، ما خدتش وقت في الميدان تقريبا. اتوجلت يعني. كان اغلب الفن اللي طلع في الميدان كان ارتجالي مني او من سلام او من كل الناس اللي كانت موجوده. الروح اللي كانت موجوده كانت حلوه قوي، كانت بتطلع كل حاجه جواك من غير ما تحسب يعني. رامي، انا يعني المره الاولى التي رايتك فيها في الميدان كنت تغني من على المنصه الرئيسيه في ميدان التحرير التي كانت مشهوره باسم منصه الاخوان المسلمين. ويعني تعجبت في ذلك الوقت، كنت طويل الشعر في تلك الاثناء وتلعب بالجيتار الحان غربيه، ويعني لم اتوقع ان تكون من الاخوان المسلمين. هل كنت تواجه يعني مشاكل سياسيه في اللون الفني الذي تغنيه اثناء الاعتصام؟ يمكن في الاول الناس كانت مستغربه شكلي شويه لما كان شعري طويل وجاي في الميدان والجيتار، بس لما الناس سمعت الاغاني والكلام اللي انا بقوله حس انه ده طالع من قلب الموضوع. فيوم بيوم كنت بكسب حب الناس في الميدان، وموضوع الاخوان ده صراحه انا كان مفاجاه بالنسبه لي، انا حتى ما كنتش متخيل ان انا اغني على منصه الاخوان، انا تقريبا المغني الوحيد اللي نال الشرف ده يعني. بس كيف حدث ذلك؟ ما فيش، انا كنت بغني على المنصه الثانيه دايما، وبعدين استغربت قوي لقيت ناس من اللي ماسكين منصه الاخوان جم طلبوني قالوا لي الناس اللي هناك عايزين يسمعوك.
فروحت هناك غنيت، وحتى هم ما كانوش عايزين يغنوني يخلوني اغني كتير، بس لما غنيت اغنيه ارحل برضو في الاول ولقوا تجاوب مع الناس، وده كان الغريب ان الاخوان وناس بدقن وكده، وكانوا موجودين وقاعدين وكانوا بيغنوا معايا، وكانوا حاسين الموضوع مش على فكره بقى ان هو غنى، اكتر من ان هم كانوا حاسين الكلام اللي بيتقال رساله سياسيه. فالناس اللي كانت منظمه الموضوع اللي كانوا ضدي شويه في الاول كنت حاسس ان هم جايبيني غصب عنهم يعني، سابوني اغني يعني. رامي انت مسيس اصلا؟ قبل الثوره ما كانش ليا في السياسه قوي يعني، بس هو المفروض ان اي حد في الدنيا يكون شغال في السياسه، ده سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، لكن كانتماء لحزب او كده لا، ده ما فيش ولا قبل الثوره ولا بعد الثوره. طب وكيف يعني كيف تطور الامر الى ان تصبح من العلامات الشهيره لاعتصام التحرير؟ انا يوم 25 و26 و27 كنت زي ناس كتير جدا براقب الموضوع، ما كنتش مشترك اشتراك حقيقي ده فعلا. يوم 28 البدايه بالنسبه لي جت ازاي، ان انا فتحت التلفزيون لقيت في عنف غريب جدا من الحكومه اللي كانت موجوده اياميها ضد المصريين يعني، فحسيت ان هو الناس دي احسن مني في ايه، الناس دي بتموت وبتتبهدل في الشارع عشان بلدنا فانزل، وكنت نازل مش عارف انا هعمل ايه. الكلام ده كان في المنصوره، انا اصلا من المنصوره. 28 و29 و30 كنت في المنصوره مع الناس هناك كمتظاهر عادي، كمتظاهر عادي، ولما كنت جاي التحرير في الاول برضو كنت جاي كمتظاهر، والجيتار جه معايا صدفه بسبب محمد عبد الفتاح كلابالا، ده هنا في القاهره زي اخويا الكبير، واخويا الكبير شادي، هما الاثنين قالوا لي يعني خد الجيتار معاك انت، هي ممكن يكون ليه دور هناك، وخدته معايا بقى بالصدفه وحصل اللي حصل يعني. طب اصلا يعني انت ما هو نشاطك الفني قبل الثوره؟ انا ما كنتش معروف قوي يعني قبل الثوره، بس كنت بنزل اغاني على الانترنت وبحاول اعمل حفلات زي مسرح روابط مثلا وبيت الشاعر في الحسين، عملت كذا حفله في الاماكن دي، وكنت بحاول اجتهد في الموضوع ده، وكان عندي مشروع بقول فيه الاغاني اللي انا كنت بغنيها زي طاطي طاطي والمواطن نقط نقط والجحش والحمار، كانت اغاني برضو سياسيه يعني. كانت ضد النظام جدا، حتى انا كان في اماكن كتير ما كنتش بعرف اغني فيها بسبب الموضوع ده. بس كنت برضو بغني اغاني عاديه يعني، انا حياتي كلها ما كانتش الاغاني دي بس انا في الميدان بقى اخترت الاغاني المناسبه للموضوع، واللي خلاني يمكن الحمد لله اداني فرصه ان انا اعرف يعني ادخل قلب ناس بسرعه في الميدان مثلا، كان بسبب ان انا جيت قلت اغاني من اول يوم نزلت فيها الميدان بتوصف حالهم او بتشرح اللي هم فيه، فده اللي خلاني اقدر اوصل لهم يعني. يعني الميدان قدم لك فرصه نادره بالتاكيد ان تغني، ان تؤدي امام هذه الاعداد الهائله من الجماهير، يعني هل تعتقد انك استفدت من الثوره بشكل ما على المستوى المهني على الاقل؟ على المستوى المهني انا استفدت جدا 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 يعني، ما مش عايز اقول انا ممكن اكون اكتر واحد استفدت يعني من الثوره، بس هو احلى حاجه ان انا او غيري من فنانين لما كنا موجودين في الميدان ما اظنش ان في اي حد كان بيحسبها كده، فيمكن الجيل الشباب كله بسبب ان هو كان بيعمل ده بنيه خالصه كلنا اتفتح لنا فرص حلوه جدا بعد الثوره، وكلنا بدانا نشتغل كويس جدا في المجال بتاعنا يعني. هل اصبحت مشهورا الان؟ مش عارف يعني، بس يعني في الميدان كانت لك شهرة في الميدان غير طبعا. خارج الميدان الآن هل يتعرف عليك الناس في الشارع؟ يعني الحمد لله، وبدأت ألاقي الناس عارفة الأغاني، وأنا من أكتر الحاجات اللي قدمتها لي الثورة إنها على الأقل فتحت لي الباب إن أنا فني يوصل وإن صوتي يوصل للناس يعني. طيب سؤال أخير رامي، أنت لم تكن فقط مطربا أثناء الاعتصام، أنت كنت تشارك أيضا في المهام المختلفة للمعتصمين، أليس كذلك؟ أعتقد أنك أصبت في أنا في موقعة الجمل. أنا كنت متظاهر قبل ما أكون فنان ده أكيد، والفن بالنسبة لي في الميدان كان أنا بالفرق اللي يعني اللي فرقني عن اللي جنبي إن أنا كان عندي سلاح مختلف ممكن أقدم بيه حاجة للثورة، هي كانت الأغاني بتاعتي. أنا كنت وأنا على المسرح بقدم أغاني عشان تحمس الناس في وقت أو تهون عليهم الوقت في مرة تانية، ولما كنت بنزل من على المسرح كنت ببقى زي أي واحد، ولما يكون في اشتباكات او اي حاجه كنت بجري واشتبك معاهم واشترك معاهم، حتى في موقعة الجامعه اتعورت في بقي وفي دماغي، فانا كنت بحاول اي حد كان بيحاول يقدم اي حاجه ويقدر عليها في الميدان يعني. سلام شاهدت رامي اثناء الاعتصام، انت كنت متواجد ايضا اثناء الاعتصام في التحرير؟ انا كنت موجود من يوم 2 فبراير، ده كان اول يوم ليا في الميدان عشان انا كنت مسافر في الفتره اللي قبلها، كنت في لندن بحضر مهرجان مسرح، ورجعت يوم 2 فبراير، ف كان من الناس اللي شفتهم ما كنتش اعرف رامي خالص وقتها،
بس شفت واقف، اظن كنت واقف كمان معاك حد تاني بيغني بجيتار، او يعني شفت شابين كده مفتول العضلات يعني بيغنوا بالجيتار وشعرهم يعني، بس ما سمعتش كويس اللي كان بيتقدم، بس معرفتي برامي اكتر بدأت من الفيديو اللي اتحط على يوتيوب بعد تعذيبه واعتقاله وخروجه. بدأت بقى من اللحظة دي اركز اكتر مع يعني مع رامي، يعني بدأنا نبقى يعني نتقابل في ظروف مختلفة واتعرف على شغله وحضرت له حفلة كاملة وهكذا. رامي، انت سلام ذكر انك اعتقلت وتعرضت للتعذيب، بشكل سريع ما الذي حدث؟ بشكل سريع، انا كان في فض اعتصام حصل في الميدان، كان ده يوم 9 مارس يوم اربع، فانا كنت من ضمن الناس اللي اعتقلت وتعذبت يعني، بس انا كنت اتعذبت بشكل مبالغ فيه شويه عشان انا كنت رامي اللي كان بيغني في التحرير اللي كان لامم ناس حواليه او كده بس يعني. بس الحمد لله انا دلوقتي اقوى من الاول مليون مره، وما بدورش على اي حاجه من اللي حصلت دي. انا بس لو الناس سمعاني دلوقتي، انا كل اللي بطلبه مش عايز اي حاجه ليا، انا نفسي ان الناس تفكر في المعتقلين اللي لسه موجودين جوه، عشان في ناس منهم مظلومين فعلا يعني. طيب، سننتقل من الغناء الفردي من داخل الميدان إلى الغناء الجماعي عن حياة الميدان. سلام يسري والمشروع الذي يقدمه مشروع كورال، يعني قدموا أغنية تسمى حياة الميدان، الشعب يريد حياة الميدان، أليس كذلك؟ هي حياة الميدان. سنستمع إليها ونشاهدها ثم نعود للتعليق عليها. الشعب يريد حياة الميدان، هذا هو الاسم الذي أطلقه سلام يسري وزملاؤه على هذه الأغنية. سلام، قبل أن تحكي لنا عن مشروع كورال، لماذا اخترتم هذا الاسم لهذه الأغنية؟ صعب ما احكيش على يعني على طبعا. على مشروع كورال قبل ما اقول ده، لان هو طالع من صلب المشروع. تفضل. ولكن يعني ماشي، قبل ما احكي تفضل ابدا مشروع كورال. هو مشروع كورال ببساطه هي فكرة بسيطة خالص لورشة عمل مدتها من 5 لـ7 أيام مع أشخاص بيتقدموا للاشتراك في الورشة بغرض أنهم يشتغلوا في عمل جماعي، وعارفين أنهم في الآخر هيقدموا ده بالغنى، ولكن مش مطلوب خالص، مفيش اختبارات، مش مطلوب أنهم يبقوا فنانين على الإطلاق.
ففي اول ومعظم ورشه المشاركين بالفعل ليست لديهم خبرة فنية قبل ذلك خالص، لا وفي ناس ما بيشتغلوا في مهن مختلفه، يعني في نشطاء زي ما في اشخاص بيشتغلوا محاميين اي تي، ده زي ما في موسيقيين اللي بيلعبوا مزيكا في المشروع، وهو مش فرقه موسيقيه، هو المشروع هو فعلا ورشه عمل متكرره باعضاء جدد واعضاء من القدامى اللي كملوا. فهي بدات بدعوه لمشروع اسمه كورال شكاوى القاهره، متصل بمشروع دولي اسمه complaintsquare.org او مشروع شكاوى حصلت في مدن كتير جدا في العالم، مثلا 80 دوله. وبدا في محاوله لتاسيس ده في مصر، فطلب مني انا معتز عطله من وكان جاليري تاون هاوس ساره رفقي هي اللي بتنظم الحدث ده، فطلب مني انا معتز ان ناسس المشروع ده، وبدانا ورشه فعلا مدتها اسبوع، جمعت تقريبا 25 شخص، والعرض عمل استقبال اعلامي كويس قوي، فبدا الامن يعني يحاول يحجمه ان ما يبقاش في وراه مؤسسه. بمعنى انا اظن يعني لانه ابعاد الموضوع ما اقدرش احسمها، لانه كان في معلومات كده مبتوره بتوصل، وانا كنت متخيل ان الغرض منها تخويف العدد ده من الاشخاص عشان يبطلوا او عشان ما يبقاش وراهم مؤسسه بتدعمهم. طول ما احنا مستقلين وبنعرض ل 200 300 نفر ما فيش مشكله، اول الموضوع يطلع على الشاشه ويشوفوا ملايين هنا في ازمه، لانه غنى جماعي سياسي بشكل كبير جدا، بيقول شكاوى اجتماعية وسياسية وشكاوى شخصية برضو. وبدأ الإعلام يوجه ده أنه دي مظاهرة على المسرح، يعني أنه كأن الشعب المصري مل التظاهر فبدأ يتظاهر على المسرح بالغنى. فده كان استغلال الإعلام للموضوع، وهم حقهم يشوفوه من أي زاوية، ولكن الأمن أظن أنه ده وطره شوية أو حسسه أن الموضوع أكبر. تعرضتم للتطبيقات الأمنية؟ بشكل شخصي لا، ولكن جاليري تاون هاوس على ما اظن حصل استجوابات ويعني شبه كده انه يعني ما تعملوش ده تاني، انتوا بتعملوا فن ولا سياسه، ويعني وفي الاخر مالكوش دعوه بالمشروع ده. احنا كملنا بعديها المجموعه اللي كانت موجوده اللي هم مستقلين ومتطوعين كلهم ولغايه دلوقتي، وده النيه انه يفضل في المستقبل كمان. قررنا ناسس المشروع ولكن مش معتمد على الشكاوى، لانه الغرض ان احنا نعبر عن نفسنا، احنا مش بس اشخاص شكائين، يعني احنا عندنا قضايا كتير ممكن نطرحها. فكرنا حتى ان احنا نلعب اللعبه انه طبعا نعمل كورال السعاده بقى، يعني احنا عارفين دايما بيبقى في العروض المستقله عاده افراد من الامن بيحضروا، والضباط لازم يعني يدوا تصريح، يعني الامن الدولي لازم يدي تصريح بالعروض، وبيبقى في منهم اشخاص حاضرين، وانا بعمل مسرح من 9 سنين، وفي مسرح فيه سياسه وفي بسميه فن ناشط يعني، او فدايما هم حاضرين بس عمرهم ما ضايقونا بشكل شخصي. وعلى ما اظن هو ده السبب، ان دول مستقلين متطوعين مفيش منهم ضرر، مفيش وراهم مؤسسه، مفيش وراهم داعم مادي ولا حتى مؤسسي، وده بيبقى مختلف تماما يعني. فالحقيقة انه ما حصلش مضايقات شخصية، وانما احنا قررنا ان احنا هنلعب اللعبة، احنا هنفضل مستمرين وهنعمل مشروع كورال، هنسميه مشروع كورال، وهنعمل بداية بدأنا بقى كورال الاعلانات مش السعادة، والاعلانات دي قالب ممكن يتحط جواه اي حاجة. في نفس الوقت الاعلانات مستولية على حياتنا في الشوارع وفي التلفزيون. طيب هذا كله قبل الثورة ليس كذلك؟ ده كله بدأ مشروع الشكاوى في مايو 2010، والإعلانات كان في نوفمبر، بعديه عملنا الأمثال الشعبية في ديسمبر، وكان في أغنية. طيب والذي المقطع الذي شاهدناه الآن هو الطريقة أو إحدى الطرق التي استجبتم بها للتطورات السياسية، يعني الثورة التي اندلعت في مصر. حدثنا عن هذا الشق بعض. احنا كان عندنا فكره قبل الثوره نعمل كورال اسمه يوتوبيا، او مشروع ورشه جديده، كانت الورشه الخامسه لينا اسمها يوتوبيا، المدينه بمعنى الفضلة. المدينه الفاضله او المجتمع المثالي. الغرض منها كان ان احنا نطرح زي ما بنشتكي وزي ما بنقول افكار ارائنا في سلبيات المجتمع وسلبيات الاوضاع السياسيه اللي احنا عايشينها، اننا برضو نطرح خيالنا عن ازاي عايزين نشوف مصر، او ازاي عايزين نعيش في المدينه، حتى بغض النظر حتى بتجريد فكره ان الواحد يعيش في وطن، عايزه يشوفه ازاي. ولكن ما حصلش، الفكره ما تنفذتش، وانما في فبراير بقى بعد الثوره قررنا ننفذها،
والمتقدمين زادوا جدا، يعني اقصى عدد للكورال قبل الثوره كان 32 شخص، وده عدد كويس جدا، ولكن بعد الثوره في فبراير الناس شاركوا اكتر من 70 شخص، لغايه ما في الاخر بقى 54 اللي كملوا وعرضوا في يوتوبيا، وكانوا محملين بافكار ومشاعر كتير جدا ليه علاقة بالثورة. وده بالضرورة ليه قلت انه المشروع لازم اتكلم عنه قبل، لانه هو المشروع عبارة عن عملية فنية او استخدام الفن في شكل توليفة كده، تجمع الاشخاص بشكل اجتماعي وتخليهم ينتجوا بشكل فني. فبالضرورة هما بيعبروا عن نفسهم، فإذا مشغولين بالثورة هيقدموا عن الثورة. فبعد الثورة طبعا معظم الناس الموجودين برضو نشطاء وكانوا موجودين في الميدان، فكانوا عايزين يأرخوا للحظات دي، زي ما عملنا أغنية تانية اسمها يوتوبيا، بتتكلم عن الحلم، عن مدينتنا عايزة تبقى ازاي. عملنا أغنية بتأرخ للواقع أو للحالة الإيجابية، بتنقل الحالة الإيجابية جدا للميدان اللي كان بيتوصف إنه يوتوبيا. نعم. ومن العروض التي قدمتوها لم تكن فقط في مسارح، قدمتم أيضا عروض في الشارع، أو على الأقل عرض في الشارع، أليس كذلك؟ عملنا في ميدان عابدين، كان في مهرجان اسمه الفن ميدان، كان من تنظيم ائتلاف الثقافة المستقلة اللي حصل برضو بعد الثورة، زي ائتلافات كتير حصلت. تنظيم إنه يعني مهرجان هيحصل في مدن مصرية مختلفة، في ميادين مختلفة، في نفس الوقت في نفس اليوم، وكل شهر بيتكرر. فلعبنا في الميدان، في ميدان عابدين، لعبنا دايما بنلعب عدد من انتاجاتنا، مش مجرد بس اخر ورشة اللي هي كانت يوتوبيا. بس دايما بنختم طبعا باخر منتج، وبالتالي بالضرورة بنختم باخر اغنية حماسية اللي بتقدم الطاقة الايجابية والهتافات بتاعت الميدان، اللي مش مختصة باشخاص وانما بتقدم الحالة، ليه الشعب نزل، مين اللي نزلوا، يعني ادي الشعب المصري طالع من الغيطان والمصانع، ما احناش كلنا شباب من نوع واحد ولا شباب حتى، كل يعني في كل الانماط وكل الفئات اللي في المجتمع، ولغايه الشهداء واحترامنا ليهم، لغايه الخطاب للجيش بانه علمونا في المدارس جيشنا المصري هو الحارس، وعلموكم في الحربيه تحموا الشعب والحريه، لغايه في الاخر ارفع راسك فوق انت مصري، الهتاف اللي بيهزنا كلنا يعني. فالحقيقه برضو والاستجابه تكون في ذروتها في اثناء ترديد هذه طبعا الأخيرة. طبعا يعني هذا ما شهدناه في اللقطات المصورة لهذا العرض. أنت قدمت العديد من العروض الفنية المسيسة قبل مشروع كورال، هناك فرقة الطامي، كنتم تقدمون أيضا لونا فنيا سياسيا. هل هناك اختلاف بين ما قبل الثورة وما بعدها؟ الاختلاف بشكل بسيط جدا. انا ما اظنش ان الدنيا هتتغير من يعني كانت اسود فبعد هتبقى ابيض، احنا بالعكس احنا دلوقتي في اصعب فتره ممكن تعيشها اي بلد واي كيان اجتماعي في الدنيا، بيحاول يلاقي سككه وبيحاول يلاقي طرقه. فلا احنا بنعدي فتره دلوقتي هتبقى صعبه جدا، محدش عارف ايه اللي جاي، يعني احنا ممكن دلوقتي بنتكلم بحريه ويعني علينا العين انه في لحظه ما انا ما اعرفش النظام طبعا كلنا متفائلين وبنشتغل لده، ولكن قصدي انه التغير الحقيقي هو ان انا بعد مشروع كورال ما طلع، يمكن فرقه الطامي ما واجهتش اي مشاكل امنيه، ولكن دي فرقه مسرح فليها جمهور برضو مختلف، الغنى جمهوره اعرض. ف دلوقتي بقيت اقدر اقعد في الشارع، بقيت اقدر اقعد في البرنامج ده واقول لا. انه امن الدوله بيعمل، امن الدوله دي كلمه لا. سلام، سوف نستكمل الحديث، لكن سوف ناخذ الان فاصلا مشاهدي ومستمعي بي بي سي، ثم نستكمل الحديث مع رامي عصام وسلام يسري. في نقطة حوار دائما نتواصل معكم ونتيح لكم فرصة التعليق والحوار وإبداء الرأي حول أهم الأحداث والقضايا التي تمس حياتكم على الهواء مباشرة عبر الراديو والتلفزيون والإنترنت. نحن معكم 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة. نقطة حوار 3:06 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي. أهلا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي بي بي سي إلى هذه الحلقة من برنامج أجندة مفتوحة، نتحدث فيها عن المواهب التي تفجرها الثورات عادة وبشكل خاص الثورة المصرية التي قامت في 25 يناير. ضيفي في هذا الجزء من البرنامج هم رامي عصام المشهور بمطرب الثورة، وسلام يسري صاحب مشروع
كورال. رامي، استمعت إلى التجربة التي حكى لنا عنها سلام، أنت هل رأيت بعض الأعمال التي قدمها سلام؟ أنا اليوم بتاع ميدان عابدين بتاع الفني ميدان، أنا كنت موجود في الحفلة دي، ودي كانت أول مرة أسمع الشغل بتاعهم كله كامل. ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إن أنا هحب كورال، يعني الفكرة دي ما كنتش متخيلها أوي، بس بجد أنا حبيت شغلهم جدا. وعرفت سلام في الفترة دي، وأنا أصلا أعرف كذا واحد من الفرقة اللي في الكورال، وقابلتهم تاني في حفلة تانية، والأغنية بتاعت الشعب يريد حياة الميدان دي أثرت فيها جدا جدا، لأنها فكرتني بأيام حلوة أوي، وأنا بحبهم جدا يعني. طيب، يعني اللون الفن الذي تقدمه عادة هو على الهامش بشكل ما، ليس من الفنون التي أو ليس من الألوان الفنية التي تحظى بجماهيرية كبيرة على الأقل قبل الثورة. هل تعتقدان أن الأمر سيتغير الآن رامي؟ أولا الفن اللي هم دايما الناس اللي تسميه الفن المستقل، يعني اللي هو ما كانش واخد حقه قبل الثورة، لا أنا أظن إن احنا بناخد حقنا فعلا دلوقتي جدا، أنا وسلام وغيرنا، والفترة الجاية إن شاء الله تكون فترتنا يعني. سلام، أنا شوية مش شايف إن هو مهمش، شايف إن هو الشغل الكويس منه كان بيقدر يبقى له بعد جماهيري برضه، بس طبعا جماهير محدوده شويه، لانه هو مهمش من قبل الحكومه بشكل اساسي. اما يبقى مؤسسه الحكوميه او المؤسسه الثقافيه اللي هي وزاره الثقافه بمسارحها بكل امكانياتها ما بتمولش، اكيد مش هتمول المعارض يعني، ده شكل. لكن يعني النجوم الذين يحظون بجماهيريه كبيره لا يحصلون على هذه النجومية من خلال موارد وزارة الثقافة مثلا، بطبيعة الفن في حد ذاته الذي تقدمه أنت أو الذي يقدمه رامي، هل يمكن أن ينافس ما يقدمه النجوم الآخرون؟ أنا شايف أنه دلوقتي في الغالب أنا مش مهموم قوي بالمنافسة، ولكن أنا شايف أنه بينافس لأنه هو بيعبر عن هم الناس بشكل أساسي، فهم بيقدروه عشان هو بيعبر عنهم. فإذا كلام يعني المطربين الناجحين المحترمين يعني بينجحوا عشان بيعبر عن هموم الناس، غير المطربين اللي بيشتغلوا في الترفيه اكتر منه في الفن يعني، بينجحوا لاسباب انتاجيه ودعائيه وهكذا، ولكن اللي بيقدم فن محترم بيعبر عن الناس بينجح. دلوقتي فرصه النوع ده من الفن اللي بيتسمى فن تحت الارض، يعني ما اقصده هو ان عبد الحليم حافظ مثلا كان يتمتع بجماهيريه واسعه، كان ربما يعبر عن لحظة تاريخية معينة، لكنه لم يكن ينظر إليه باعتباره تعبير سياسي فقط، ينظر إليه باعتباره نجم جماهيري. هل تعتقدان أنكما تسيران في هذا الاتجاه، أم أنكما غير معنيان أصلا بالحصول على جماهيرية كبيرة؟ لا طبعا، أي فنان موجود بيكون هدفه أنه هو يكون ليه جمهور يسمعه عشان يقدر يوصل رسالته، بس احنا عصرنا دلوقتي غير عصر عبد الحليم خالص. احنا دلوقتي اولا المنافسه اكبر بكتير، في ناس كتير جدا في الساحه، سواء الناس اللي بتقدم الفن احنا بنقدمه او النجوم اللي كانوا موجودين من قبل الثوره. بس هو اهم حاجه هنطلع بيها، اهم نتيجه هنطلع بيها الفتره الجايه، ان الفن مستواه يرتقي، حتى الناس اللي كانت بتقدم فن هابط قبل كده اظن ان هم هيعيدوا تفكيرهم ويعيدوا حساباتهم جدا الفتره الجايه، وهيبداوا يرتقوا بالكلمه بالذات، وهيبداوا يقدموا فن كويس، والمنافسه تبقى مفتوحه للناس كلها، والمهم ان الفن يبقى كويس في مصر، دي اهم حاجه، رساله اي فنان يعني. نعم. طيب، اشكركما على هذه المشاركة الطيبة، ضيفي رامي عصام الشهير بمطرب الثورة، وسلام يسري صاحب مشروع كورال، شكرا جزيلا لكما. سوف نبدأ الآن الجزء الثاني من الحلقة، لكن قبل ذلك فلنشاهد معا هذا المقطع الذي حظى بشعبية واسعة خلال الأيام الماضية لصاحب موهبة جديدة ربما تظهر على السطح بشكل مؤثر في الفترة المقبلة، فلنشاهد معا. محمد فوزي بكوس، برشح نفسي لرئاسة الجمهورية، طبعا ده بناء على ضغوط تعرضت لها من المنطقة كلها، وأنا الحقيقة كنت لا أنتوي الترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن إن ست مفار كلموني
في المنطقة. بعد كده غيروا رأيهم، وفي 7 منهم قالوا احنا كنا بنهزر، بس انا كنت نويت خلاص ان انا ارشح نفسي، لان الحقيقه مش شغال الايام دي يعني بالصدفه. كنت شغال شغلانتين قبل كده، وبعدين الناس قال لك يعني اشتغلت في البنك، دي كانت احسن فترات حياتي. اشتغلت بعد كده في شركه الورق في الشتاء، بس ان انا بقعد على الورق عشان ما يطرش. فانا شغله رئاسه الجمهوريه دي ان شاء الله تبقى سبوبه حلوه بالنسبه لي. اول حاجه عملتها بعد ما تعرضت لضغوط من الجيران ان انا سالت استاذ خميس. طبعا الناس في بكوس عارفه مين هو استاذ خميس، ده راجل يعني شرف لبكوس كلها ان يبقى معانا واحد من ايام الاسبوع يعني. والراجل ده في المنطقه من زمان، من ايام ما كان سبت او حد يعني، هو من زمان معانا. انا سالته طبعا لان كنا عارفين ان هو بيشتري جورنان، كان ليه قصه كده في المنطقه من حوالي 15 سنه، كان دايما يشتري جورنان الاهرام يوم الجمعه. فاولاد الحلال بلغوا فيه، فحظه السيء يعني الاول ما جم يفتشوا بيته قال لهم انا بجيب الجرايد بس عشان بيشتغل في الدوق وهو بيحتاج الورق يعني، ما بيعرفش اصلا يقرا ولا يكتب. بس حظه السيء هم بيفتشوا بيته لقوا عنده مصليه ومصحف. المهم عرف يعني خميس اول ما عرف ان انا مرشح نفسي، اول حاجه قالها لي انت حمار؟ قلت له اه. فقال لي انت حمار يعني؟ قلت له انا يعني انا قلت مفكر ان دوت شرط من شروط الترشح. قال لي لا انا قصدي انت حمار تخش في حاجه زي دي يعني، السياسه وكده ومصاريف وبتاع. قلت له لا، من ناحيه المصاريف ما تقلقش، لان انا طبعا في دعايتي انا بوعد الشعب المصري كله لو قدره لي وبقيت رئيس اول حاجه هعملها طقم حواوشي للشعب كله. بقول لكم في الاخر كلمه لمصر، انا بقول الحمد لله مستوره وماشيه بس مقطوره، والاعمى شايف الصوره، الكل بيدفع في فاتوره للي نهب واللي ارتشى واللي بالاسرار فشى وسابنا بات من غير عشاء، وقال لي مات اللي اختشى، صبحت فاصل من الفيشه وشاطر قال عن العيشه، واللي على راسهم ريشه خلعوا البرقع والبيشه بفساد يكسر الهمه وخيل بيجري في الذمه ومجلس لابس. هذا هو محمد فوزي من بكوس الذي اشتهر خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بهذا المقطع الذي انتشر على الانترنت. محمد فوزي مرشح رئاسة الجمهورية ينضم إلينا، وكذلك معنا في الاستوديو ضيفي أحمد كمال الذي هو أحد منظمي العرض المسرحي حكاوي التحرير الذي سنتحدث عنه بالتفصيل في هذا الجزء من الحلقة. محمد أبدأ بك أولا، تحياتي على هذا الإبداع. الله يخليك أستاذ خالد. طبعا يعني في 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 السنوات الماضية قبل انتشار الإنترنت بهذا الشكل كان الأمر يحتاج إلى فترة طويلة وإلى موارد كثيرة قبل أن ينتشر صاحب الموهبة إلى جمهور أوسع. أنا يعني استطلعت المقطع على يوتيوب قبل قليل، كان قد وصل إلى 17,000 مشاهدة. 129,000. المقطع الذي شاهدته كان 17,000، ربما هناك مقاطع أخرى بالتأكيد. متى قمت بتنفيذ هذا؟ في أربعة أيام حظي بأكثر من 129. أنا شايفه دلوقتي مع ما شاء الله. طيب احكي لنا يعني كيف قمت بتنفيذ هذا المقطع؟ هو أنا شايف الناس لما يعني عملنا الثورة، الناس محتاجة تخرج بحاجات فيها سخرية وكده. فأنا لقيت المرشحين حقيقة ما فيش إجماع على حد يعني الناس كل المعروض دلوقتي كلهم الناس مختلفة عليهم. فأنا قلت أنزل بقى معهم يعني الموضوع بنا لا يدخل في الجد يعني. فأنا نزلت كسخرية يعني من المسألة إن ست نفر يكلموني، فأنا أقتنع. عملته من 4 أيام بتقول. كم كلفك؟ ده انا الحقيقه في انا ناس يعني ساعدتني في المساله ما كلفنيش حاجه يعني. في عندي دكتور اسمه ابراهيم رجب، ده جوز اختي، هو متخصص شويه في المساله دي، قال لي اساعدك. مساله ايه؟ مساله انه يحمل الحاجه وابلود وكده ونشرها على الفيس وكده. وفي برضه هم الحقيقه 4 أشخاص عايز اقولهم بس عشان هم اصحاب فضل في المساله. في مستر حذيفه عبد المعطي، في مستر منير ابو شوشه، دول مدرسين في الانترناشونال،
وفي فيزيائي ايمن الرفعي. طيب. دول ساعدوني. يعني الامر كلفك جهاز تسجيل كاميرا ووصله للانترنت ومجموعه محدوده من الاصدقاء. حاجات بسيطه جدا. ما دي اصبح يعني انتشار المواهب دي من الحسنات أكثر من الحسنات الامريكيه. امر اكثر ديمقراطيه يعني الانترنت دوت انا بشوف ان هو حاجه كويسه. طيب. جدا. انت مسيس اصلا يا محمد؟ انا من فتره بكتب في المصري اليوم من 4 سنين في باب السكوت ممنوع اللي هو باب للقراء يعني. واتصلوا بي وقالوا لي احنا يعني لقينا كلامك كويس. وفي استاذ حاتم فوده قال لي بنقل لك تحيات استاذ مجدي الجلاد في اول حاجه بعتها. وحظي كويس ان انا مثلا اروح بورتو مارينا يوم واحد في عمري يروح عمرو اديب يصور معايا يعني. او انا بمعنى صح وقفت فقلت شعر فطبعا عمل انتشار. لكن انت ليك في السياسه؟ بحاول اثقف نفسي لاني اهتم ان انا ابقى. ماذا تعمل؟ ما هي مهنتك؟ انا ما دخلتش احزاب طبعا ولا حاجات من دي. انا مهنتي فن الكترونيات في مجال الساتلايت والحاجات دي. فبلاقي وقت فراغ بتصفح من الانترنت للصحف. وبدات اكتب اشعار من فتره. من 4 سنين بدا المصري اليوم يساعدني في النشر. فنشروا لي حوالي مثلا 16 17 حاجه موجوده. طيب وهذا المقطع الذي شاهدناه منشور قبل كده في المصري. انت يعني رتبت افكارك وكتبت ما ستقول لا بالنسبه للشعر دي قصيده اسمها أمنا الغول. لا ليس الشعر كل المقطع. الموضوع رتبت افكاري وكنت ارتجالي زي ما انت شايف بس انا مذاكره يعني. خطوط عندي عريضه في بالي وده خامس تسجيل ليها. يعني عملناها اكثر من مره محاولات فبتسقط مني حاجات فظبطتها. طب فلنختبر قدراتك لو فزت لرئاسه الجمهوريه. أيوة. والان انت في مؤتمر صحفي المؤتمر الصحفي الاول لك. تمام. كيف على نفس النمط ولا بنتكلم كيف ستواجه جمهورك في المره؟ انا يعني لو قدر لي زي ما قلت ان انا اكسب هاخد شويه قرارات طبعا لان في حاجات انا شايف حلها سهل جدا. يعني انا ممكن اعالج مشكله مثلا مجموعة السباكين اللي مش لاقيين شغل دول امسكهم موضوع حوض النيل. في عندي مثلا مصر عايز احطها في مرتبة عالية وكلمت فتح المنك كده دي طريقتي يعني. اكتر من حاجة يعني انا ابني زعلان ان هو بيشيل شنطة كبيرة جدا وبنتي صغيرة بتشيل شنطة تقيلة جدا لدرجة انا ممكن وانا بجيبها ساعتها طنش ان انا اشيلها لها من تقلها. شوف بقى الاب الحنين بقى. فانا عايز مثلا لما امسك يعملوا شنطة تانية بحيث ما يبقاش فيه يبقى في شنطة ورا تقيلة وشنطة تانية ايه اتقل توزن المسألة. بعض القرارات المهمة شنطة تقيلة جدا. احمد ما رأيك في المبادئ التي اعلن عنها محمد في برنامج؟ لا لا انا لما عملت شير للفيديو بتاعه قلت ان انا هرشحه للرئاسة. هو اول مرشح للرئاسة بالنسبة لي. هذا هو رد فعلك كثيرين بالمناسبة. انت قرأت ردود الافعال بالتأكيد. ما هي اكثر التعليقات اللي جاي لي مثلا 1700 كده مبسوطين قوي و40 زعلانين ما اعرفش ليه. الناس بقى مبهدله ال40 دول ثوره مضاده وكلام من ده. انا ما عملت لهمش حاجه طبعا. كل واحد بيقول راي. فجالي اكتر حاجه ان يعمل فيديوهات تانية مستنيين فيديوهات تانية. واذا وقعت الفأس في الراس كما يقولون ورشحت بالفعل لرئاسه الجمهوريه كويس. نمرتي اول حاجه نمرتي رقم تليفوني هيبقى مع الشعب كله. ده اول قرار. ولن ترد على هذا الهاتف؟ لا 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 هو تاني قرار هجيب خط جديد. طيب محمد يعني المقطع الذي شاهدناه فيه رسالة يعني أنا ما لفت انتباهي فيه هو أنك تستخدم نفس اللغة التي يستخدمها السياسيون. لكن المضمون هو الذي يختلف عن المضمون مزبوط. الذي مزبوط. ما انا امبارح في مرشح كبير قال انا هحط مصر على الطريق. فانا بقول طب افرض تاهت. طب افرض واحد مسوقني التوك توك خدها وقال بتاعتي كده يعني انا بكمل عليه بس. طيب يعني اعتقد ان هذه هي عبقريه المقطع بصراحه. انا المزج بين الكلام الجاد للغايه الاسلوب الحديث الجاد للغايه والمضمون الساخر. انا واخد يعني لغه التواصل مع الناس هي الناس حابه ده. خلاص انا بس مش بهلوان بقى يعني. لازم اديهم برضو مع السخريه حاجات يعني. في ناس تقول لك ساخر جدا وناس تقول لك عبقري جدا. فانا بحط زي سم في العسل يعني. انا كان قصدي على فكره في اول الفيديو ان اقول شعري. فلقيت ان انا ابدا بالكوميديا الناس فعلا حبت الكوميديا وانا غرضي ان انا اقول شعري. انت شاعر في الاساس؟ بكتب اشعار كتير. طيب
إذا يعني استكملت هذا المشوار، الأداء الكوميدي، الأداء الشعري، ماذا يعني ما هي خططك المستقبل؟ هي هو في قنوات يعني قناتين اتكلموا، قعدت مع قناة منهم عايزين يطوروا الموضوع بعد بقى. هذا المقطع إن شاء الله وصل الأمر يعني إلى الإعلام التقليدي بصراحة. كلموني وقعدت مع ناس النهاردة بالصدفة وأنا جاي القاهرة يعني فعايزين يعني يبقى في بروفيشنال في الموضوع أكتر من كده. فقلت لهم مفيش مشكله طالما انا اللي هالف الحكايه برضه يعني، بس هي القصه في كده. في حد بيساعدك في التاليف ولا لا؟ لا لا، هو التاليف بتاعي، هم يقدروا يشيلوا حاجه انما ما يضيفوش حاجه. انا قلت لهم كده. طيب احمد، حدثنا عن المشروع الذي تقومون به، مشروع حكاوي التحرير، ما هو هذا المشروع؟ حكاوي التحرير هي عباره عن زي مونولوج. تمام، خليني بسرعه اقول لك الفرق بين المونولوج والمسرحيه. المسرحيه هي ديالوج بتحتمل ان يكون فيها فردين او اكتر بيتكلموا مع بعض. الديالوج بيكون اكتر ان هو سرد للحكايه، بيكون واحد هو اللي بيسرد الحكايه. وفي بعض سكتشات بيكون في حاجه، في مطلوب ان يكون في اكتر من فرد فبندخل اكتر من فرد فيها. القصه باختصار ان احنا كنا حابين ان احنا نخلي روح الثوره عايشه، ان احنا على طول نفضل فاكرين ان الثوره ديت غيرت في ناس كتير، حركت في ناس حاجات كتير قوي. ناس كانت مالهاش في السياسه بقى ليها في السياسه، ناس ما كانتش بتحب البلد بقى بتحب البلد، ناس بقت خايفه على البلد اكتر. فاحنا كنا حابين ان احنا ما نقتلش، كنا حابين ان احنا نحيي الموضوع دوت تاني اكتر يعني. فبدانا ان احنا نجمع قصص حقيقيه حصلت في ميدان التحرير، يا اما عن طريقنا احنا كناس كمنظمين يعني الحكاوي التحرير. انتم نشطاء معظمكم، كنتم مشاركين في الاعتصام في ميدان؟ احنا لسنا مسيسين تماما ولا ننتمي لاي حزب، بس احنا كلنا معظمنا تقريبا كان في الميدان او كان موجود يعني في الثوره. الفكره كلها ان احنا كنا بدانا نجمع قصص. تمام، القصص ديت كلها قصص حقيقيه، سواء كان ناس في الميدان، سواء كان ناس قاعدين في البيت وكان نفسهم ان هم ينزلوا بس الظروف ما سمحتش ان هم ينزلوا، سواء ان هو مثلا عساكر امن مركزي، ضباط. بنحاول انه نجسد التجارب الانسانيه او نحيي التجارب الانسانيه اللي احنا عشناها في الثوره بدون اي وجهات نظر سياسيه وبدون اي تدخل سياسي. طيب دعنا نشاهد نموذج مما قمتم بجمع او ماده اعلانيه للعرض الذي ستقدموه ثم سنواصل الحديث. هذه بعض اللقطات التي تعبر عما سيكون عليه العرض المسرحي حكاوي التحرير، فلنشاهد سويا. لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها، أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته. أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد يدعو إلى التغيير إلى الأفضل ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه. أقول لكم أن استجابتي لصوتكم ورسالتكم ومطالبكم هو التزام لا رجعة فيه، وأنني عازم كل عزم على الوفاء بما تعهدت أحمد. أتوجه إليك مباشرة بالحديث. المقطع الذي شاهدناه يصور الخطاب الأخير للرئيس مبارك يوم الخميس 10 فبراير واستقبال الناس له في ميدان التحرير. أنتم العرض الذي ستقدموه هو عبارة عن مجموعة من المشاركات من الأشخاص المختلفين الذين خبروا هذه الثورة بشكل أو بآخر ويستعرضون هذه التجربة، هل هذا ما فهمته صحيح؟ بالضبط، هو زي ما البرومو مطلع، أو إحنا كنا عايزين نقول من البرومو إن فكرة حكاوي التحرير، إن زي ما حضرتك شفت في أول الفيديو لحظة الصمت الرهيبة اللي كان كله فيها، حتى يمكن ميوزك كانت أعلى شوية، الموسيقى كانت أعلى شوية، لحظة الصمت الرهيبة إن كله مستني الخطاب في الميدان وكله قاعد ساكت ساكت ساكت، وفي حتى واحد بيطلع بيقول ان هو يعني
يعني زعلان، وبعد كده بيبدا الصوت يعلى يعلى، بعد كده بنشوف الناس وهي رافعه الاحذيه وكده، بعد كده بنشوف بقى الصوت هو بيعلى ورد فعل. احنا ده اللي احنا بننقله، هو ده حكايه التحرير. احنا بننقل الاحساس بتاع الناس اللي كانت موجوده في التحرير، الناس اللي شاركت في الثوره. ومش احنا حكايه التحرير للتحرير بس عشان هو رمز للثوره بتاعت مصر، لكن احنا عندنا حكاوي من مدن زي السويس، عندنا حكاوي من مدن زي اسكندريه. هذه الحكاوي كيف تصل اليكم؟ يعني انتم تجمعونها باي شكل؟ عندنا في احنا كمنظمين بنشتغل ان احنا نجمع من علاقات ومعارف وكده، تمام، ومن على الفيسبوك، غير ان احنا عندنا سوشيال، يعني عندنا على مواقع اللي هي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بنجمع عن طريقها الحكاوي. وكانت مفيده مواقع التواصل الاجتماعي؟ كانت مفيده في تجميع بالظبط. احنا جالنا كميه حكاوي كتير جدا، ودلوقتي شغالين عليها بحيث ان احنا نبدا نعرضها ان شاء الله. مره اخرى، يعني مساله الاتصال عبر الانترنت يبدو وكانه رقم رئيسي للغايه في الابداعات التي تحدث بعد الثوره. طيب يعني احمد، سؤال الاخير لك قبل ان انتقل لمحمد، هذه المشاركات من الذي سيؤديها على المسرح؟ اصحاب الخبره انفسهم ام ممثلون؟ في عندنا جزء ناس هتطلع هي اللي تقول، وهي هتطلع تقول حكايتها هي شخصيا، وفي عندنا جزء تاني هناخد الحكاوي اللي جات لنا، تمام، ونبدا في ممثلين هيكونوا موجودين معانا هيبداوا يطلعوا هم اللي يقولوها. هم مش ممثلين، هم يعني افراد عاديين جدا من تخصصات، يعني مش تخصصهم التمثيل قصدي، تمام، بس هم هيطلعوا يحكوا التجربه اللي جات لنا على سواء على الايميل او على غيره. محمد، شاركت في اعصام التحرير او في اي فعاليات سياسيه في اسكندريه؟ في القائد ابراهيم، وحبيت من اول لحظه ان اولادي يوثقوا الحكايه دي، فخدتهم اطفال وكتبت يافطة لابن كريم رفعها بتقول ماما وحشتني وايدي وجعتني ارحل بقى يا عمو، فالناس كتير صورتها. انا عندي ساره وشهد خدتهم بالتوالي كده، وخدت والدتهم، لان كان لازم يحضروا حدث زي ده والا يبقى انا يعني قصرت في حقهم. فروحنا القائد ابراهيم باستمرار، الحاجات دي مصورها طبعا وموثقه، وكنت انا اللي بهتف، اشتريت ميكروفون كده ب 130 ما حدش لسه حاسبنا عليهم، وبقيت اهتف بألف شعارات انا، وكنت حاسس لان يعني في حاجه تاريخيه طبعا، ان ما خرج شعب وعاد خائبا، كنت حاسس ان مش هنمشي غير لما الحكايه دي تخلص. كان في السفير عبد الله الاشعر قال الكلمه دي مباشره، انا لزقت في دماغي قبلها بمده يعني، وكنت انا بكتب حاجات ببص لها دلوقتي كان انا بتنبأ يعني. يعني انا كاتب. طب هذا يعني هذه نقطه مثيره للاهتمام، انت لك يعني ابداعات قبل الثوره. أيوة. لك على الاقل اهتمام بتنميه موهبتك من قبل الثوره. لماذا الان؟ لماذا تعتقد؟ هل تعتقد ان الامر له علاقه بما حدث سياسيا؟ هل تعتقد ان الشهره بين قوسين التي حصلت عليها؟ انا ما كنتش اقدر اعمل فيديو زي ده لو جمال مبارك اللي مرشح نفسه. يعني ما كنتش اقدر اعمل فيديو زي ده، بس انا شايف الناس اللي مترشحه كلها ناس بقى فير وطالعين مع ثوره، وهيبصوا لحاجه زي دي انها ساخره وضحك وبتاع، مفيش حد هيفكر مثلا يضغط عليا او كده، فانا اخدت الشجاعه من هنا. بس انا شجاعتي في اللي كنت بكتبه قبل كده في عز فرعنه النظام، كانت اخواتي وبيتي يقولوا لي انت يعني هتروح وتيجي وكلام من ده، فكنت كده يعني كنت كاتب حاجة مثلا لو تسمح لي أقولها. يعني الوقت يداهمنا، لكن أنا أريد أيضا أن أسألك يعني. نعم، أريد أيضا أن أسألك أنت وأنت تلقي بهذا البيان الانتخابي، هل كان في ذهنك أحد المرشحين بشكل خاص؟ لا دي حاجة خاصة بي وكاركتر. لم تتقمص شخصية أحد؟ لا لا، أنا بس بقول كنت لم أنتوي على كلمة أنتوي اللي قالها الرئيس المخلوع يعني. طيب أحمد، العرض الذي ستقدموه حكاوي التحرير يبدأ الشهر المقبل على ما أظن، أليس كذلك؟ بعد إن شاء الله في 26/5 بإذن الله. نعم، بعد أكثر قليلا من شهر. هل يعني هناك الآن إقبال على المشاركة أو على الأقل إرسال المشاركات التي طلبتم إياها من الناس؟ احنا جالنا مشاركات كتير جدا، حتى بعد ما احنا كنا في الاول عاملين زي ميعاد نهائي لاستلام القصص عشان احنا نلحق نشتغل عليها ونلحق نتدرب عليها، في ناس بعتت لنا
بعد ما خلص الميعاد يعني. ولحد النهارده الفكره واخده اقبال كبير جدا، وفي في ناس بتكلمنا عشان ما هي اكثر المشاركات التي يعني علقت بذهنك؟ ممكن نقول فكره الناس اللي كانت فعل اللي هم كانوا جايين من الارياف والاقاليم، وكانوا ازاي بيتعذبوا علشان يقدروا ان هم يقعدوا هنا في الميدان، هم اصلا ما لهمش سكن هنا وحالتهم الماديه ما تسمحش ان هم يقعدوا في اوتيل او يقعدوا في مكان زي دوت. يمكن ديت كانت اكتر الحاجات اللي كانت فعلا صعبه في القصص يعني اللي جات لنا تقريبا. وهناك مشاركات كذلك من بعض رجال الامن على ما اعتقد. هي مش رجال امن قوي يعني، هي اللي موجود حاليا في قصص لعساكر امن مركزي تمام. يمكن ديت احساسهم هم كان عامل ازاي، ان هم كانوا عليهم سلطه قاتله يعني، ان هم بينفذوا الاوامر وخلاص. يعني انا مش عايز احرق الـ القصص يعني اللي عندنا. بس طيب السؤال الذي سالته لرامي ولسلام ايضا اساله لكما، هل تعتقدان ان اللون الذي تقدمونه سوف من المرشح ان يحصل على شعبيه جماهيريه كبيره في الفتره المقبله؟ احمد اولا. بالنسبه لنا احنا بنقدم عرض جديد باسلوب عرض جديد يمكن مش منتشر في مصر قوي، او يمكن قبل الثوره ما كانش منتشر. احنا دلوقتي الحمد لله بعد الثوره بقينا بيئه خصبه اكتر ان احنا نعمل نعمل اعمال فنيه مختلفه اكتر او متنوعه اكتر، خصوصا ان فكره الفيديو او غيره دي بقت مستهلكه جدا، فاحنا قررنا ان احنا نعمل حاجه مسرح بحيث ان نبدا ننوع الموضوع. طيب شكرا احمد. محمد، اعتقد ان اللون الكوميدي بالتاكيد سوف يظل دائما يحظى بجماهيريه واسعه، واتمنى لكما التوفيق. احمد كمال احد منظمي العرض المسرحي حكاوي التحرير، ومحمد فوزي صاحب الكليب الذي اشتهر بمرشح الرئاسه من باكوس. شكرا لكما، وشكرا لفريق العمل هنا في القاهره وفي لندن، وشكرا جزيلا لكما لكم مشاهدينا على المتابعه، ونلتقي في لقاء قريب ان شاء الله.